بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة قسم هندسة الاتصالات في المرحلة الثانية في الدراسة المسائية، أتواصل وياكم لتكملة سلسلة محاضرات مادة التطبيقات الرقمية. محاضرتنا اليوم راح تكون هي حول الريجسترز. قبل لا ندخل بهذه المحاضرة خلونا نتذكر الأمور اللي درسناها بالمحاضرات السابقة. مثل ما تتذكرون درسنا أنواع الفليب فلوبز وشفنا التروث تيبل الخاص بكل نوع من هذه الأنواع، وعرفنا أنه الفليب فلوب هو عبارة عن وحدة خزن بإمكانها أن تخزن واحد بت، وممكن أن يستخدم في العديد من التطبيقات. وحدة من عدهن هو الفريكوانسي ديفايدر، أنه ممكن أن نخليه يقسم التردد، أو ممكن أن نستخدمه في عدد من الكاونترز من العدادات. وشفنا وأخذنا العدادات السيريال كاونترز اللي صحنا لها اسينكرونس كاونترز، العدادات الغير متزامنه، واللي قلنا هاي العدادات هي عباره عن مجموعه من الفليب فلوبز يتم ربطها بطريقه متواليه. كل فليب فلوب ياخذ الكلوك مالته من الفليب فلوب السابق له او القبله، وهذا قلنا به مميزات وبيه عيوب، وممكن اني احصل من هذا العداد مجموعه من حالات العاد. واخذنا النوع الثاني من العدادات اللي ايضا يستخدم به الفليب فلوبز اللي هو قلنا البارالل كاونتر او السينكرونس كاونتر، العدادات المتوازيه او العدادات المتزامنه. وهذا النوع من الفليب فلوبز قلنا كل الفليب فلوبات راح تجيها النبضه او الكلوك بنفس اللحظه الزمنيه. اليوم راح ناخذ الريجسترز كجزء من تطبيقات الفليب فلوب. شنو هو الريجسترز؟ خلينا نجي نشوف. ان ان بت ريجستر has a group of n flip flops and some logic gates and is capable of storing n bits of information. يقول لي لما اجي اقول لك عندك n bit register، لما اقول لك عندك register 4 bit register، هذا معناها انه تكون، او هذا الريجستر يتكون من مجموعه من الفليب فلوبات هم مقدارها n، وبعض البوابات المنطقيه له القابليه على خزن هذه البتات اللي انت تريد تخزنها بداخله. The flip flops store the information. الفليب فلوب شنو راح يكون شغله؟ بالريجستر راح يكون شغله هو خزن المعلومات. While the gates control when and how new information is transferred into the register. بينما البوابات المنطقية ايش راح يكون شغلها؟ شغلها من خلالها اقدر اعرف شلون او ايش وقت المعلومات يتم نقلها او خزنها بداخل هذه الفليب فلوبز داخل الريجستر. بعض وظائف الريجستر شنو هي؟ some functions of register retrieve data from register، اقدر اسحب البتات، اقدر اخلي بتات داخل الريجستر واقدر اسحبها. store load new data into register، معلومات جديده اقدر اخزنها واسحبها ايضا بطريقه serial or parallel، بطريقه متواليه او طريقه متوازيه مثل ما راح نشوف بالسلايد الجاي. shape the data within register او تزحيف البيانات داخل الريجستر left or right، باتجاه اليمين او باتجاه اليسار. Shift register. Another function of a register besides storage is to provide for data movements. بالإضافة إلى وظيفة خزن البيانات داخل الريجستر، ممكن أن يجهزني بالdata movements، إنه أقدر أسوي تحريك للبيانات، وهذا أيضا راح نشوفه بالسلايد الجاي. Each stage flip flop. كل flip flop in a shift register represent one bit of storage. هذا الشيء نعرفه، إنه كل flip flop راح يمثل وحدة خزن لبت واحد. And the shifting capability of register permits the movement of data from stage to stage within the register or into or out of register upon application of clock pulses. يقول لي وعملية تزحيف أو إمكانية تزحيف البيانات داخل الريجستر من مرحلة إلى مرحلة أخرى تعتمد على التطبيق اللي أنا أريد أستخدمه والكلوك بلسز والنبضات اللي أنا راح أدخلها للشيفت ريجستر، وهذا راح نشوفه بالأمثلة العملية. هسا إيش عندي؟ قال لي الريجستر هو عبارة عن فد وحدة خزن ممكن من خلالها أخزن عدد من البتات، وبنفس الوقت وظيفة ثانية إله أقدر هذه البتات أحركها باتجاه اليمين أو باتجاه اليسار. قال لي أقدر أحمل بيانات داخل الريجستر وأسحب هاي البيانات من داخل الريجستر. هسا نجي للديتا موفمنت، لتحريك البيانات in shift register. basic data movement in shift registers، شلون أحرك البيانات بالشيفت ريجستر او طرق تحريك البيانات داخل الريجستر. 4 bits are used
for alteration. قال لي انطيتك هنا امثله مجموعه امثله لاربعه بيتس، معناها هنا مثل هذا الرسم عندي هذا فليب فلوب الاول، هذا فليب فلوب الثاني، هذا الفليب فلوب الثالث، هذا فليب فلوب الرابع، حتى كل واحد يخزن له بيت، وبالتالي احصل على 4 بيتس. اول نوع للشيفت ريجستر للمسجلات المزحفه خلينا نقول، او اللي تحرك البيانات، هي سيريال ان، سيريال ان شيفت رايت سيريال اوت. معناها شنو معناها؟ البيانات يقول لي بهذا النوع من الريجستر البيانات تدخل سيريال ان بطريقه متوازيه، بيت بيت يدخلن ينخزنن ويطلعن بطريقه سيريال، ايضا بطريقه متواليه، العفو مو متوازيه، انه بيت ورا بيت يطلعن، بس هنا الحركه راح تكون باتجاه اليمين شيفت رايت. النوع الثاني شنو؟ سيريال ان، البيانات تدخل عباره عن سيريال بيت ورا بيت بطريقه متواليه، وسيريال اوت ايضا اقدر اسحب هذين البيانات بيت ورا بيت بطريقه متواليه، بس هنا الموفمنت الحركه راح تكون باتجاه الليفت باتجاه اليسار. طبعا هاي الحركه باتجاه اليمين واتجاه اليسار ممكن عندك بعض التطبيقات تحتاج بها هذا الشيء. تذكرون انتم درستوا بالمرحله الاولى عمليات الجمع، عمليات الطرح، مرات يصير عندك الهاف سب تراكتر والفول سب تراكتر، من يصير عندك كاري شلون تزحفه الزحفه للبت اللي بصفه، او ان شاء الله بالمرحله الثالثه راح تاخذون ماده المايكرو بروسيسر. انت الحاسبه من تيجي تريد تحسب مجموعه من البتات مخزونه بريجستر معين مع مجموعه من البتات مخزونه بريجستر معين، فانت تريد تجمع بت مقابل بت، فراح تسوي تحتاج حركه باتجاه اليمين او باتجاه اليسار حتى تقدر تسوي سينكرونايزيشن، يعني تسوي مزامنه بين البتات حتى تجمع كل بت ويا البت المقابله بصوره صحيحه. يعني احنا نعرف قلنا الحاسبه ما تفتهم مثل انه تجمع انه 3 زائد 2 5، تجي تقول الثلاثه هي 1 0 1، الاثنين هي 0 1 0، فراح يكون عندي فرضا شيفت ريجستر يخزن ذن الثري بت، وشيفت ريجستر ثاني يخزن ذن الثلاث بتات، وبعدين راح اجيب بوابه اور جيت تقوم بالعمليه 0 1 1 0 1 1 1 0 1. هنا أنا راح يكون هذا رقم هنا 5 وهذا رقم 2 بالديسيمال بالعشري، فراح يكون الناتج رقم 7. اقوى عمليات اخذتوها اكثر تعقيد، اخذتوا الكودينج الترميز الجراي كود والاكسس 3 كود، ايضا مرات حتى تطبق هاي الامور تحتاج موفمنت، حركه باتجاه اليمين او حركه باتجاه اليسار، او مرات حتى بالتطبيقات العمليه مجرد انه انت تريد تسوي ديلي، مجرد تريد تسوي تاخير لمرور البيانات فتستخدم الشيفت ريجستر. بعد شنو هي انواع غير السيريال ان والسيريال اوت والتحريك باتجاه اليمين واتجاه اليسار؟ قال لي عندك بارلل ان سيريال اوت، بارلل ان سيريال اوت معناها البيانات تدخل بطريقه بارلل. شوف مثل ما قاعد نشوف بالرسم انه اجيبا عندي اني مجموعه من البيانات ادخلها بصوره متوازيه، مثل عندي 1 0 1 0، هذني كلهن انا اجي ادخلهن بطريقه متوازيه، بينما السحب مالتن ايش راح يكون؟ راح يكون عباره عن بت بت اللي هو يصيحوا له سيريال اوت، بارلل ان كلهن يدخلن بنفس الفتره الزمنيه بس اسحبهن بت بت. هذا وين يفيدني؟ او خلينا نشوف تطبيقات اكو على هيجي شيء، طبعا موجوده تطبيقات هواي على هيجي شيء. انا لما عندي فد جهازين واحد ممكن ان يتعامل ويا 4 بت بنفس اللحظة الزمنية، واحد لا ما مستعد يتعامل غير ويا بت واحد باللحظة الزمنية، إذا أنا خوب مو أعطل الجهاز السريع، لا أخليه هو يرسل 4 بت بير سكند، 4 بتات باللحظة الزمنية الوحدة، وخلي الجهاز الثاني يستلم بت بت، ما عندي مشكلة وياه حتى ما يعطل شغل الأجهزة. وإن شاء الله إذا صار مجال نروح لكتاب فلويد ونشوف تطبيقات عملية على هذا الشيء، شلون ممكن انه البروسيسر مالتي بالحاسبه مستعد يعالج عدد كبير من البتات بلحظه زمنيه الواحده، ممكن يعالج 32 بت او 64 بت السنتر بروسيسر مال الكمبيوتر مالتي، لكن انا اربط له طابعه مستعده تستلم 8 بت بير سكند. فهنا أنا شنو اللي راح استخدمه حتى ما اخلي البروسيسر مالتي اللي يتمتع بهاي السرعه انه يقدر يتعامل ويا 32 بت؟
والطابعه تتعامل ويا 8 بت فرضا، انا ما اخلي يتعطل البروسيسور او انزل سرعته لل 8 بت حتى يوائم الطابعه، لا اجيب شيفت ريجستر يقوم بهذا العمل، يبقى البروسيسور يدز ل 32 بت والطابعه تشتغل على 8 بت، ماكو كل مشكله. بعد النوع الثاني من الديتا موفمنت او الشيفت ريجستر هو السيريال ان بارالل اوت، انه البيانات الطب متواليه بت بت، لكن ممكن انه الطرف الثاني يستلمهن بطريقه متوازيه. وايضا قلت لك اكو تطبيقات ممكن جهاز يتعامل بطريقه او جزء من القطع الالكترونيه يتعامل مع بت بت وتم ربطه مع جزء اخر يتعامل مع 4 بت بنفس اللحظه الزمنيه او 8 بت بنفس اللحظه الزمنيه، فخلص نخلي البطيء يشتغل على بت بت والجهاز السريع لا ممكن ان يستلم دفعه كامله من البتات. بعد النوع الثالث اللي انطانا اياه هذا اللي رمز له بحرف اي، قال لي ممكن ان يكون الداتا موفمنت على شكل داتا ان داتا اوت، بارلل ان بارلل اوت، كل البيانات ادخلهن توازي واخليهن يخرجن توازي. زين هنا شنو فائده هذا او وين التطبيق انه ادخل البيانات بمستوى متوازي واخليها تخرج بمستوى متوازي؟ ايضا هو التطبيقات انها شغله ديلي، واحده من الامور اغلب كرتات الشبكات اللي عندك، يعني خلي ناخذ شغل اتصالات ونفتهم تطبيقات عمليه خاصه بالاتصالات، اغلب كرتات شبكات الاتصالات هي تحتوي بداخلها على بفر، والبفر هو عباره عن مجموعه من الشيفت ريجسترز، عباره عن من الريجستر سوري من الوحدات الخزن هاي اللي نسولف عليها احنا الريجستر هاي، يعني اجي لما ارسل مجموعه من البتات واللينك اللي رابط بحاسبتي هو يكون مشغول والحاسبة ما تقدر ترسل البيانات، فراح شي يصير عندي، راح يصير عندي يتم خزن البيانات بصورة مؤقتة ولما يرجع اللينك يفتح تمشي البيانات بصورة طبيعية. خلنا نعطيك مثال أوضح من هذا الشيء وانت راح تستوعبه. راح أسولف لك على الوايرليس لوكال اريا نتورك، الشبكات اللي نصيح لها احنا الواي فاي اللي احنا هسه أغلبنا نربط أجهزة موبايلاتنا بالراوتر اللي عندنا بالبيت ونستخدم شبكة الواي فاي بصورة لاسلكية ونستخدم الانترنت. المبدأ عمل هاي الشبكة حتى تفهمه انه باللحظة الزمنية الواحدة، باللحظة الزمنية الواحدة هو شخص واحد يستخدم الشانل مال الارسال، يعني احنا صح قاعدين 5 أو 6 نستخدم الانترنت وقاعد نشوف انه انا فاتح يوتيوب وغيري قاعد يحكي بالفايبر والمسألة ماشية الاتصال، لكن بالواقع العملي انه شخص واحد باللحظة الزمنية المعينة هو اللي راح يستخدم قناة الارسال، لان انا عندي بالراوتر قناة ارسال وحدة ارسل عليها. زين لما يكون عندي طبعا هذا الوقت راح يكون بالمايكرو سكوند او بالملي سكوند، فهذا الشيء انت ما راح تحسه. لذلك انا لما اجي اريد ان ارسل بيانات فرضا انا عندي دا ارسل بيانات والشانل تم استخدامه من الشخص اللي قاعد وياي بنفس البيت او دا يستخدم نفس خدمه الراوتر. زين انا هنا ارسلت البيانات كملت، جتي الحاسبه واجى الموبايل راد يرسلها للراوتر لقى الوسط مشغول من قبل شخص اخر، وقاعد اكد لك انه الزمن راح يكون جدا قليل بالمايكرو سكند او بالملي سكند ما محسوس، فش راح تسوي الحاسبه في الحاله؟ راح تخلي البيانات بوحده الخزن مالتها بهذا البفر، بهذا وحده الخزن المؤقته اللي راح تكون، حتى مجرد ما ينتهي هذا الشخص من ارساله ممكن حاسبتي الدور تبدي ترسل بياناتها او موبايلي يرسل بياناتها. لذلك انا احتاج البارلل ان بارلل اوت حتى مرات يسوي لي فقط ديلي، هو شغله فقط يعطل البيانات لحين فرضا الوسط يكون فرغ، انا هنا دزيت بيانات بسرعه الوسط الناقل كان مشغول يتم خزنها مؤقتا لغايه ما يفرغ الوسط ويتم ارساله. او نفس الشيء داخل الحاسبه ممكن ان يصير عندك تحتاج لمجموعه بعض الديلي، تقدر تستخدم الداتا ان داتا اوت بطريقه البارلل ان بارلل اوت. بعد شكو عندي الروتيت تو رايت والروتيت تو ليفت، انه البيانات نفسها البتات نفسها اجيب مجموعه من البتات اخليها بهذا الريجستر بس مجرد ادورها، ومره ادورها لليمين ومره ادورها لليسار، وهذا ما تينا موجود ويستخدم بالرينج كاونتر والجونسون كاونتر راح نشوفه بالتفصيل بالسلايدات الأخيرة من هذه المحاضرة.
هسه خلينا نجي نشوف هنا نوع من انواع الداتا موفمنت اللي هو السيريال ان سيريال اوت. البيانات تدخل بالتوالي وتخرج بالتوالي. اكسبت داتا سيريالي يقول البيانات راح يتم ادخالها بطريقه متواليه 1 بت ات ا تايم، كل لحظه زمنيه طب بت واحد. اند also produces output سيريالي، والبيانات اقدر اخذها بت بت ايضا بطريقه متواليه. فيجر بلو illustrates and try of 4 bits 1010 into the register beginning with the right most bit the register is initially clear. قال لي هذا المثال يوضح لك دخول اربع بتات اللي هي هاي، هذني الاربع بتات انا اريد ان ادخلهن بالشيفت ريجستر وارجع اسحبهن مره ثانيه اللي هي الواحد صفر واحد صفر انتو ريجستر، بداية من الرايت موست بيت، بداية من البيت اللي باليمين ادخلهن واسحبهن سيريالي. قال لي ابدي بانيشال ستيت حالة الافتراضية اللي هي ان كلهن راح يكونن عبارة زيرو 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 زيرو، هذني كانن بداخلها زيرو زيرو زيرو. هسه انا اريد ادخل مجموعة من البتات اللي هي الصفر وورا ادخل الواحد وورا ادخل الصفر وورا ادخل الواحد. فش راح انطي هنا؟ انا راح انطي كلوك، راح انطي نبضه. من انطيت نبضه هنا حافه صعود، كلهن يشتغلن على حافه صعود مثل ما قاعد نشوف ذني الفليب فلوب. نوع الفليب فلوب هو دي فليب فلوب، نتذكر جدول الدي فليب فلوب، انطي صفر ينطيني صفر، انطي واحد ينطيني واحد، هذا شغل الدي فليب فلوب. هنا من انطيت نبضه كلهن راح يشتغلن بنفس اللحظه الزمنيه، من راح يشتغلن بنفس اللحظه الزمنيه، كل وحده راح تسحب البت يكون ادخالها البت من الفليب فلوب اللي قبلها. خلينا نجي نشوف، خلينا نغير اللون. هنا عندي هذا اول بت راح يجي هو الزيرو، هذا اللون مو واضح. اول بت عندي هنا راح يجي هو الزيرو، يكون ادخال لهذا الفليب فلوب، فهذا الصفر راح ينمسح باللون الاحمر يجيني هذا الزيرو يكون ادخال، هذا الزيرو اللي باللون الاحمر راح يكون ادخال لهذا الفليب فلوب فراح يبقى الصفر نفسه يزحب باتجاه اليمين، هذا الصفر اللي هنا راح ينتقل للفليب فلوب اللي بصفه، وهذا الصفر راح ينتقل بالفليب فلوب الصفه اللي مجاور له. فش راح يكون الحاله هاي اللي دا نشوفها احنا هنا؟ عمليه التتبع جدا سهله، انه هذا اول صفر اني قدرت ادخله باللون الاسود، البقيه ايش صار؟ صار تزحيف باتجاه اليمين. هنا هذا الصفر المفروض طلع كاوتبوت اني ما احتاجه لان هو انيشال ستيت. الحاله الثانيه لما راح اعطي نبضه جديده، خلينا ننظف الشاشه، لما راح اعطي نبضه جديده هسه اني هنا خليت هذا يدخل اول صفر باللون الاحمر، دخلته من البيانات. هنا عندي صفر بصفر بصفر اللي هو الحالة الافتراضية السابقة. هسه انا عندي رقم جديد اللي اريد ادخله اللي هو بقى عندي الواحد والصفر والواحد. هذا الواحد هسه راح اخلي ادخال الدي فليب فلوب وانطي نبضة. فش راح يصير؟ راح يصير هذا الصفر يخرج لي برا، يكون الادخال هو هذا الصفر باللون الاسود فراح يبقى نفسه باللون الاسود. هذا الفليب فلوب راح يكون ادخاله هو القيمة المخزنة بالفليب فلوب القبلة اللي هي صفر باللون الاسود، راح يبقى صفر باللون الاسود. بينما هذا الفليب فلوب اللي هو Q1 راح يكون ادخاله هو الزيرو اللي باللون الاحمر اللي هو جزء من البيانات اللي انا اريد اخزنها. فهنا هذا الصفر راح يتحول الى صفر باللون الاحمر. زين، هذا الفليب فلوب بالكيو 0 شنو خليت له ادخال؟ خليت له ادخال واحد، الدي لما يجي واحد راح ينطيني واحد، اذا هذا الصفر هالمره راح يتحول الى واحد باللون الاحمر، معناها جزء من البيانات اللي انا اريد ادخلها، وهاي حاله العد راح تصير عندي. بالحاله الثالثه او بالنبضه الثالثه انا اريد ادخل هذا الزيرو، فش راح اسوي؟ راح انطي نبضه، هذا الصفر باللون الاسود راح يكون ادخاله هذا الصفر من الكيو 2 وراح يبقى صفر ايضا باللون الاسود، معناها هذا البت تم تزحيفه باتجاه اليمين. بينما هذا الفليب فلوب راح يكون ادخاله هو هذا الزيرو اللي باللون الاحمر واللي هو جزء من الرساله اللي انا اريد اخزنها، فهذا الدي فليب فلوب دخل له صفر وجت نبضه فراح يكون صفر باللون الاحمر، معناها الزحف هذا الصفر صار هنا. هذا الفليب فلوب اللي هو الكيو 1 ادخاله هو واحد اللي هو الاخراج مال الفليب فلوب القبله، فايش راح يكون؟
هنا راح يكون ايضا واحد، معناها هذا الواحد تم تزحيفه باتجاه اليمين. هسه هذا الفليب فلوب انا ايش دخلت له المره؟ دخلت له صفر، جزء من الرساله الاصليه اللي انا اريد اخزنها، وانطيته نبضه، معناها هذا الواحد راح يتحول الى صفر. وهي هاي الحاله اللي قاعد مثل ما نشوف كل نبضه انه انا قاعد ازحف البيانات باتجاه اليمين بمقدار بت واحد. هنا الدور انطي نبضه رابعه وادخل هذا الواحد، فراح تزحف البتات بت بت، يزحف الى ان خزنت هذه البتات داخل الريجستر. هسه لو ردت اسحبها ايضا راح ابدي ادخل مجموعه من البت، خلينا نقول باللون الاسود ما لها علاقه بالرساله الاصليه، وراح انطي 4 بت 0 0 0، وبكل لحظه ادخل بت من البتات وارجع اسحب الرساله الاصليه اللي اني خزنتها داخل الريجستر اللي هي 1010. هذا لما عندي سيريال ان سيريال اوت شيفت ريجستر. شيفت ريجسترز كاونترز، شيفت ريجستر كاونتر، شيفت ريجستر ويل وذ ذا سيريال اوت وود كونكتد باك تو ذا سيريال انبوت. They are classified as counter because they give a specified sequence of state. Two common types, the Johnson counter and the ring counter. قال لي هذا الشيفت ريجستر مرات نقدر نسويه كعداد يمشي لي على حالات عد معينة، وعندك نوعين مشهورات اللي هي الجونسون كاونتر والرينج كاونتر. خلينا نجي نشوف شنو هو الجونسون كاونتر والرينج كاونتر. بدأ شرح لنا بالرينج كاونتر بالعدادات الحلقية، هي رينج حلقة يعني مبينة من اسمها. One flip flop stage for each state in the sequence. شنو معناها هنا الرينج كاونتر؟ يقول لي one flip flop لكل حالة عد، يعني لما عندك أربع حالات عد تحتاج 4 flip flop، 5 حالات عد تحتاج 5 flip flop، هذا بالرينج كاونتر. The output of the last is connected to the D input of the first stage. قال لي آخر flip flop هو قال لي عبارة عن حلقة، لما أريد أن عندي 3 حالات عد راح أستخدم 3 flip flop، راح أستخدم D flip flop. إيش قال لي هذا إني هذا حتى يصير عداد من نوع الرينج؟ قال لي الأوتبوت مال last stage مال آخر مرحلة، هذا الأوتبوت إيش راح يكون؟ راح يكون connect to the D input of the first stage، راح تربط لإدخال أول واحد، فصار على شكل حلقة. زين هذا راح يغذي بصفة، هذا راح يغذي بصفة، فصار حلقة. In input ring counter cycle through an state. قال لي لما عندك 3 flip flops معناها راح تعطيك 3 state، عدد حالات العد متساوي لعدد الفليب فلوبز اللي راح تستخدمه. No decoding gates are required as there is an output that corresponds to every state the counter is in. ما راح تحتاج هنا الى بوابات حتى تحصل الستيت اللي انت تريده. هسه هنا انطاني مثال على 6 bit مود 6 رينج كاونتر، نوع الرينج كاونتر. من قال لي مود 6 معناها 6 حالات عد، معناها احتاج 6 فليب فلوبات، هذا فليب فلوب الاول، هذا الثاني، هذا الثالث، هذا الرابع، هذا الخامس، هذا الفليب فلوب السادس، كلهن نوع دي فليب فلوب. مثل ما شفنا اخر فليب فلوب راح يكون ادخال لاول فليب فلوب، هذا هو الرينج كاونتر. فهسه من يجيك سؤال يا بصمم لي رينج كاونتر 4 بت، فانت تعرف شلون راح تصمم، تجيب 4 دي فليب فلوب، تربط اخراج اخر واحد لادخال اول واحد، وبعدين تجي لحالات اللي عد اللي انت تريدها. شوف هنا انا شنو اللي سواه، اول فليب فلوب مجرد ربطه للبريسيت، البريسيت احنا من نفعله ايش ينطيني؟ ينطيني واحد، والبقية الفليب فلوب المن ربطهم؟ ربطهم للكلير، معناها مجرد ما يتم تفعيل الكلير راح ينطوني شنو؟ صفر، راح ينخزن داخلهم صفر. فأول حالة عاد راح تكون عندي هي ال 1000000. زين هسا أجياني هاي أول نبضة انطيتها، تم تفعيل هاي الأمور. هسا من تجي النبضة الثانية، من تجي النبضة الثانية ايش راح يصير؟ راح يصير نفس المثال او الحكي اللي حكيناه بالمثال السابق، راح يصير تزحيف للبيانات. هذا صفر يجي ياخذ موقعه بهذا الفليب فلوب، هذا الصفر يجي ياخذ موقعه بهذا الفليب فلوب، هذا الصفر يروح هنا يتزحف بمقدار بت واحد، هذا ايضا يجي ياخذ هنا موقعه، هذا الواحد ايضا راح يتزحف يكون ادخال لهذا الفليب فلوب وراح يزحف لهنا، بينما هذا الصفر راح يرجع يدخل باول فليب فلوب لان هو مربوط كادخال فليب فلوب، فراح احصل عمليه تزحيف للبيانات. شوف تزحيف للبيانات راح يصير عندي بمقدار بت واحد. لما انطي النبضه الثانيه نفس الشيء ايضا، راح يكون تزحيف بمقدار بت واحد. مثل ما نشوف هذا الواحد زحف لهنا،
هذا الصفر انسحب اوكي، وهذن الصفر اجى من حالات القبلهن. وشوفوا لاحظ انه بكل نبضة انه انا قاعد ازحف البتات بمقدار واحد بت باتجاه اليمين، وبالتالي ترجع حالات العد. هنا أنا لو نشوف ايش قد حالات العد، هي ست حالات عد وعدد الفلوبات هو ستة، وراح ما احصل غير لاني حالات العد كل ما عدت او كل ما انطيت نبضة جديدة. هاك شوف هذا السيكونس هنا يوضح لي انه كل ما تنطي نبضة راح تصير بهذا الاتجاه. هذا بالنسبة للرينج كاونتر. الجونسون كاونتر شنو هو؟ قال لي the complement of the output of the last stage is connected back to the D input of the first stage. قال لي يا بتر هذا نفس الرينج كاونتر، بس شنو المشكلة عندك هنا او شنو الشيء المتغير؟ قال لي الـ output مال الـ last stage، قال لي الاخراج مال last stage الـ complement، قال لي المتمم مال الـ output of the last stage هذا الـ Q، المتمم وينها؟ هاي الكيو داش. يعني المتمم مع الاخر فليب فلوب مع الاخر ستيج connected back to the input of flip flop، يربط لاول فليب فلوب. خلاص بس اخر المتمم مع الاخر فليب فلوب يربط لادخال الاول للفليب فلوب. also called twisted ring counter، يدعى بالتويستد رينج كاونتر، بالعداد الملتوي خلينا نقول. Required fewer flip-flops than ring counter but more flip-flops than binary counter. قال لي هذا الشيء يحتاج لك عدد flip-flops أقل من الرينج كاونتر حتى تحصل حالات عد، وبنفس الوقت أكثر من الباينري كاونترز اللي أخذناه بالسيريال والبارالل. In N-bit Johnson counter cycle through two N states. ايش قال لي هنا؟ أنا هاي الملاحظة تختلف عن الرينج كاونتر. قال لي بالجونسون لما تستخدم ان بيت، لما تستخدم ثلاثة فليب فلوب تحصل حالات العد ضعف، اثنين في ثلاثة تحصل ست حالات عد. required more decoding circuitry than ring counter but less than binary counters، يحتاج عدد من الدوائر اللي هي تكون اكثر من الرينج كاونتر لكن اقل من الباينري كاونتر. هسه اجى انطانا هنا مثال لأربعة بت جونسون كاونتر، ومثل ما قاعد نشوف العبارة عن دي فليب فلوب، الاخراج مال اخر فليب فلوب، المتمم مال اخر فليب فلوب راح يكون هو ادخال لاول فليب فلوب. بدأ بحالة عاد كلهن انطاهن زيرو. هنا أنا اكتب للكلير، مجرد اكتب للكلير انطى كل حالات العاد راح تكون هنا زيرو 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 زيرو. زين هسا ايش راح يكون ادخال هذا الفليب فلوب؟ راح يكون ادخاله هو هذا الزيرو بالنبضة الجديدة. هذا الفليب فلوب شنو ادخاله؟ راح يكون ادخاله هذا الزيرو. هذا الفليب فلوب شنو ادخاله راح يكون؟ راح يكون ادخاله هذا الزيرو. زين هذا الفليب فلوب شنو ادخاله؟ راح يكون متمم هذا الفليب فلوب. هذا الفليب فلوب زيرو، المتمم مالته ايش قد؟ هو واحد. اذا راح يكون هنا أنا عندي واحد ادخال هذا الفليب فلوب. اذا حاله العد الجديده ايش راح تكون لما انطي نبضه جديده؟ هذا صفر ينحذف، هذا صفر ينحذف، هذا صفر ينحذف، هذا صفر ينحذف. ايش راح تكون حاله العد الجديده عندي؟ هذا الصفر يجي ياخذ موقعه هنا، هذا الصفر يجي ياخذ موقعه هنا، هذا الصفر يجي ياخذ موقعه هنا، هذا الواحد راح يجي ياخذ موقعه هنا. هاي اول نبضة استلمتها. هسه نحذف الادخالات الجديدة اللي صارت عندي. اول حالة عد بديت بصفر صفر، ثاني حالة العد مثل ما نشوفها هي 1 0 0 0 اللي هي هذه 1 0 0 0. هسه اعطيت نبضة جديدة، من انطيت نبضة جديدة كل الفليب فلوبات راح يشتغلن. هذا الفليب فلوب راح يشوف شنو ادخاله؟ ادخاله هو الكيو اللي هي صفر نفسها. هذا الفليب فلوب ادخاله ايضا الكيو صفر نفسها. هذا الفليب فلوب ادخاله هو الشيء المخزون داخل الفليب فلوب اللي هو الواحد. زين هذا الفليب فلوب شنو ادخاله اول واحد؟ ادخاله متمم اخر فليب فلوب. الفليب فلوب قيمته صفر، متمم ايش قد؟ واحد. اذا الواحد هم راح يكون ادخال لهذا الفليب فلوب. هسه حالة العد الجديدة ايش راح تصير عندي؟ راح تصير حالة العد الجديدة انه حالة الخزن السابقة لما انطي نبضة راح تكون حالة العد الجديدة هي هذا الصفر راح يكون وهذا الصفر
هذا الواحد راح يجي ينخزن بهذا الفليب فلوب وهذا الواحد راح يجي ينخزن بهذا الفليب فلوب، ايش راح احصل؟ 1100 اللي هي هاي حاله العد. نفس المساله تستمر، راح تعطي نبضه جديده هنا، هذه الكيو 0 المتمم مالتها واحد راح يجي يكون ادخال، وراح تشفت المساله تحصل على حاله عد، هذه الحاله العد الرابعه، هاي حاله العد الخامسه، تستمر بحالات العد الى ان تصل لاخر حاله عد، بعدها راح ينعاد 0 0 0 مثل ما قاعد نشوف. ايش قد حالات العد هنا؟ 8 بالجونسون كاونتر. هنا ايش قد عدد الفليب فلوبات؟ 4. اذا بالجونسون كاونتر مثل ما قال لي استخدم 4 فليب فلوبز احصل 8 حالات عد، بينما بالرين كاونتر لو نرجع 4 فليب فلوبز يعطيني 4 حالات عد. هذا السيكونس الخاص بالجونسون كاونتر. هذا اللي هسه الرينج والجونسون كاونتر. خلونا نروح نشوف التطبيقات اللي تستخدم، اللي سولفنا عليها بالبدايه، اللي متعلقه بالجونسون والرينج كاونتر. خل نروح لفلويد. هذا الكتاب به هواية مجموعة من التطبيقات العملية لكل نوع من الأنواع اللي تدرسوها، فإذا تريد تحب تعرف كل نوع من تطبيقاته تعال هذا الكتاب. شوف هنا ايش قال لي؟ قال لي هذا الشيفت ريجستر ابليكيشن، التطبيقات مال الشيفت ريجستر مالتي، واحدة منهم هي التايم ديلي، ممكن انه يسوي تأخير. شنو التأخير؟ طبعا هذا هنا شرح هواية عندك. The general purpose register in the Pentium are all 32-bit registers that can be used for temporary data storage as well as specific uses. قال لي ممكن أن أستخدمه بالبروسيسور اللي يتعامل ويا 32-bit البنتيوم كوحدة خزن مؤقتة. 4 of these registers are flawed. The accumulator is used minorly for temporary storage of data and instruction operand. The base register. هاي الامور بعدكم انتم ما ماخذيها، راح تاخذوها لما تدرسون الاكوميوليتر وهاي سوالف بالمرحله الثالثه لما تدرسون المايكرو بروسيسر. لكن واحده من تطبيقاته مثل ما قلنا هو ديلي، انه يعطل لي مرور البيانات، انه نفس البيانات راح يمرن لكن يبقى يعطل لي اياهن فرضا اذا كان الوسط مشغول المقابل. بعد خلينا نشوف شنو من تطبيقاته. طبعا هاي هواي تطبيقات. الرين كاونتر هنا مسولف لي، هنا ايش قال لي؟ قال لي السيريال تو بارلل داتا كونفرتر، الريجستر اللي اخذناه نوع سيريال يدخل البيانات سيريال ويطلعهن بارلل بصوره متوازيه. هاي هنا انطاني اياهن هذه الدائره مالتهن. هل اشوف لك تطبيق عملي؟ هذا اليونيفرسال اساينوكرونس ريسيفر ترانسميتر، هذا اللي ممكن ان يفيدنا كمثال. خلينا نجي نشوف. شوف هنا المايكرو بروسيسر، يقول لي المايكرو بروسيسر عندك هنا اللي فرضا بحاسبتك، شوفه مستعد يتعامل ويا مجموعه من البتات بارلل، يدزهن ما يتعامل ويا بت بت، فهذا راح يدزهن لليو اي ار تي، هذا فد موائم مثل يو اس بي موجود، هذا لوين يتعامل يستلم البيانات، هذا اليو اي ار تي اليونيفرسال هذا المختصر مالته، ونفس اليو اس بي يونيفرسال اساينوكرونس ريسيفر ترانسميتر. هذا شيء يسوي مثل ما نشوف، يستلم البيانات من المايكرو بروسيسور بطريقه متوازيه، ويعني ياخذ دفعه كبيره من البيانات ويقول للبروسيسور روح كمل شغلك، انت عندك هواي مهام تأديها، انا راح اتعامل ويا الاجهزه هاي الاكسترنال ديفايس بطريقه يعطيها بت بت، اللي هي من هي مثلا عنده برينتر كوميونيكيشن سيستم نظام اتصالات معين، سكانر او اي وحده خارجيه تتعامل ويا عدد قليل من البتات، فهذا اللي نوع من انواع البارلل تو سيريال كونفرتر، انه يحول البيانات من بارلل تو سيريال. الكيبورد انكودر هم الظاهر، الكيبورد انكودر هسه لو تجي تقرا هذا الشرح له علاقه بالشيفت ريجسترز، سواء سيريال انبوت او سيريال اوتبوت او بارلل حسب التطبيق اللي
ممكن أن يتم استخدامه. حقيقة هواي تطبيقات وكلها راح تصير عندك واضحة أتوقع لما تأخذ المايكرو بروسيسر، وراح تشوف شلون إنه حركة هاي الموفمنت باتجاه اليمين تسحيف، يعني راح تجيك برامج تكتبها أنت تحتاج بها إعازات روتيت تو رايت روتيت تو ليفت، تدوير لليمين تدوير لليسار، إنه راح تحتاج إنه تنقل بيانات من ريجستر إلى ريجستر، من ذاكرة إلى ذاكرة، شلون تجمع شلون تطرح البيانات، هاي كلها الأمور راح تأخذوها إن شاء الله بالمرحلة الثالثة. لذلك هذه المادة شرحنا لكم إياها اليوم، راح نعطيكم هومورك وأتمنى الكل يحلي هذا الهومورك هذه المرة. شكرا جزيلا.